السلام عليكم يا شباب، معكم هادي اخوكم اتش ال ام جي مقطع جديد. نفس ما وعدتكم الاسبوع كله مقاطع يومية. اليوم عندنا شرح، طبعا هذا العالم حيصير لي شروحات، وحنزل ان شاء الله يوم همتي حتنزل حلقة ثانية اذا قدرت اسوي حلقة عن سكاي فاكتوري. نبدأ سلسلة جديدة اسمها سكاي فاكتوري. احنا عندنا 3 سلاسل، سلسلة شروحات، هاي سلسلة شروحات، وعندنا همات حصير سلسلة سكاي فاكتوري، وهمات سلسلة العابكم او العاب، حتى اسم اعطيتون اسم ولا اية لعبة انا ودي العبها. يوم عندنا شرح شلون تسوي حفارة، يعني هي مو حفارة صدق وانما حفارة شلون، يعني شلون حفارة تطب جو القهوة وتطلع منك، تطب جو القهوة وتطلع منك. طبعا هاي الحفارة نفس ما تشوفون حفارة، يعني صدق ما طبت يعني. هسه حننتقل على الشرح شلون تسوون، يعني مثل هاي بالضبط. هسه خلنا نبدأ بالشرح. أول شي تحتاجونه اللي هو الكوماند بلوك، واللي تكتب سلاش كيف أوت بي كوماند بلوك، وهسه حيجيك الكوماند بلوك. أول شي تسوونه تحفون جوا وتحفون خدمة واحدة بعيدة هنا. هسه أنا قلت أول شي تروحون لهذا، لو تروحون أول شي لهذا بلقى، ومو ولا بلقى بس بلقى أنا ظل أنا أقدر أغطي، تكتبون سلاش كل أت بي خلاص أسيج أكفو. لا شنو هاي خيارات طببني ما عليكم، يلا نكمل المقطع. يلا نكمل صورة ما كملنا من هذا الكوماند، أو نسينا شغلة ثانية هماتين. تخلونا على البنفسجي ريبيترز، ما أدري شو اسمه، تخلونا على هذا أنا مود يبدي يشتغل واحد وهماتين يطبل يتكاثر. هسه تجون هنا تكتبون سلاش سامون ايرون جولن، بعدين تكتبون شرطة. وهسه سادة تخلونا هماتين على ريبيت ترنزيشن، تخلونا هيج. هسه نفس ما تشوفون اكولاج الى صنعتهم اثنين يا جماعة، بس خلت تصير هذا لك صار لين اكو اولتين نفسيتها. نفس ما تشوفون هاي نفس ديتشا بالضبط. تحفر جوا القاع وتحفر الى ما لا نهايتي. طبعا هاي الخدعة تقدرون تستعملوها مثلا بالكستم مابات، وان شاء الله الكومنت بلوك مختفي من ورا هذا الايرون جولم اللي قاعد يموت ومت من ورا هذا البخور. طبعا هذا الايرون جولم اللي هو ما اعرف ذا واحد ما يعرف يسوي له. تقدرون هالخدعة تستعملوها بالكستم مابات بس على مود البخار او على مود تسوون استماب مال حفارين وفتشية ايش تقدرون تسوون بها الخدعة. وانا اسوي لكم ان شاء الله بعد شروحات ونوصل للافضل ان شاء الله. بس يا جماعة اريد هذا المقطع يوصل 7 لايك، هذا اكثر شيء ممكن تسويه، بس 10 لايك ارجوك. الناس تطلب 50,000 لايك وانا اطلب 10 لايك، يلا على بداية ايدكم 7 لايك يتوصلون. والله نقول ايش قد كم لايك، كم تريد كم لايك؟ تريد 8؟ اوكي يا جماعة نقول اريد 8 لايكات، وصلنا 17 مشترك. هذا انجاز بالنسبة لي، 7 لايكات ونشر القناة ولا مالكم تنشروها، بس 7 لايك طلبا وليس امرا. يلا
مع السلامة.